الله وصاكم. يعطيكم العافية. اليوم حابين نتكلم عن شيء جديد. حابين نتكلم عن شيء عمرنا ما تكلمنا عنه. حاجة بعيدة كل البعد عن المشاكل وكل البعد عن الأحداث وعن التطورات عن المشاكل. حابين اليوم نتكلم مع ناس تشكي همومها وتتكلم بصراحة بينها وبين نفسها وتكون صادقة. كل إنسان فينا محتاج واحد الفترة في حياته يراجع أوراقه، يراجع ذكرياته، تشوف روحه كان في قمة السعادة وفجأة يكتشف انه اصلا ما كان سعيد. طول عمره اقول لكم واسألكم سؤال يمكن الناس كلها كانت تضحك علي، سؤالي هذا لما نقول للعالم لو حصلت المصباح السحري وجاكم المارد وقال لكم شبيك لبيك عندك أمنية واحدة في حياتك شنو تتمنى؟ لو كنت انت مكاني اللي قاعد تسمعني اليوم شنو كنت بتطلب؟ لما احنا سألنا الناس هذا السؤال ناس طلبت فلوس علشان توفر السعادة، والمريض أتمنى الصحة، عشان يحس روحه إنسان طبيعي مثله مثل غيره. وفي ناس تمنت، ناس في حياتها مشت، أب أم أخت أخو صديق حبيب زوج زوجة ولد بنت، وفي ناس طلبت لك انك انت ما تكون سعيد او معنى ثاني اتمنت ان الشيء اللي عندك ينأخذ منك على
علشان ما تكون سعيد. أنا عمري ما عرفت أطلب، حتى لو كان عندي الخيار إن أنا أطلب أو أتمنى، مثل أي إنسان عنده أمنية في حياته. كانت أمنيتي دائماً تكون لإنسان ثاني في حياتي، لما قعدت مع روحي هذا اليومين حاولت أبين لكم أن أنا إنسان قاعد أحاول أرجع لحياة الطبيعية، وأحاول أن ألملم آلامي وألملم جروحي وأغلاطي، أشياء وايد، أشياء كثيرة. ولكن آخر الوقت بتي بتقعد بروحك، يبتدي مخك يفكر، يفكر في أغلاط، يفكر في المنعرجات اللي طفت فيها بحياتك، اللي أنت أصلا سببها. السعادة ما هي بفلوس، السعادة لما اللي تحبه ولا اللي تحبهم في حياتك تشوفهم يضحكون وتسمع هذيك الضحكة طالعة من قلبهم. تسمع هذه اللحظة اللي كل جزء فيهم فرحان، العيون اللي ترجف من الفرح، القهقهة اللي تطلع من داخل القلب، تسمع صوت الضحكة الجميلة. لمسة يدهم أشياء كثيرة بالذات ما عمر الواحد يفهمها. لما تحاول تبني سعادتك عمرك لا تحاول تبنيها على حساب شخص، على حساب موقف. لما تتخذ قرار في حياتك عمرك تتخذه في ذيك اللحظة. حكم قالوها لنا ناس فلاسفة وحكمون، ما قالوها لنا عبث، ما جوش وقالوها لنا من الهواء من تلقانا في السماء. قال لك في لحظة غضب أو في لحظة زعل أو في لحظة حزن أو في لحظة فرح، ما عمرك في حياتك تأخذ قرار، لأن يمكن هذا القرار هو اللي راح يتحكم في مستقبلك ويتحكم في مصير حياتك وتندم عليه. هذا القرار يمكن يبدل لك مجرى حياتك ويحولك
والنقطة وديك لنقطة بعيدة. قلت لكم اليوم احنا مو جايين نتكلم عن اي موضوع. اليوم جايين لنتكلم عن موضوع واحد، اللي هو انت ولا انتي، ان كنت صغير ولا كنت كبير، ان كنت متزوج ولا ان كنت مطلق، ولا ان كنت فرحان ولا ان كنت حزين، ولا ان كان عندك عائلة ولا ما عندك عائلة، ان كنت عندك صديق ولا حبيب ولا اخو ولا رفيج ولا فقدته ولا لا. احنا نتكلم على انت اللي قاعد تسمعني، هل انت مرتاح بحياتك؟ هل انت راضي عن كل اللي دوسته في حياتك، كل المراحل مريت فيها في حياتك راضي عليها؟ انا اليوم بتكلم عن نفسي، واليوم مو جاي اتكلم عن اي شخص. اتكلم عن اب عن انسان عن صديق عن حبيب. ناس كثيرة ما فهمتها، والسبب أنا نفسي. أنا إنسان ما عمري كنت صريح مع نفسي. عمري في حياتي ما كنت أعرف أختار أو أتخذ قرار. ليش؟ لأن كل الاختيارات مثل ما قلت لكم كانت مش لي أنا، مو لي أنا. كانت الاختيارات في حياتي دائما لأشخاص أعتبرهم في حياتي كل شيء. عائلتي، مملكتي اللي طول عمري أحلم فيها، اللي كنت أتمنى لهم يكونوا أحسن الناس، أتمنى لهم أن يكونوا أفضل البشرية، وأنسى نفسي أنا كشخص. أحاول أوفر لهم السعادة، أوفر لهم كل أساليب الحياة اللي كانت في وجهة نظري صح. ولكن مع الأسف كانت الخيارات كلها لغيري وليس لنفسي أنا. أنا بخير، ولكن ليس بإنسان سعيد. لأن اليوم اكتشفت أن في شيء، وأتمنى أن ما حد عمره يكتشفه،